أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان يريد خطبة امرأة ولكنه يتربص بها حتى ينظر إليها دون علم وليها، فإذا أعجبته خطبها، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، قبل أن يخطبها ما ينظر إليها، ينظر إليها إذا خطبها ورضوا به ينظر إليها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.